صباح الخير. احنا دلوقتي في مطار زيوريخ. لو انت دلوقتي جاي من زيوريخ هتيجي بترام. الترام هيوصلك لحد باب المطار. وهنا الاتوبيسات واقفة، وده مدخل المطار لو انت جاي من زيوريخ وراكب الترام. الترام بيكون رقم 10. كلمة فلوج هافن اللي هي الايربورت بالالماني طبعا. طبعا زي ما انتم شايفين المطر. طبعا هنا مكان التدخين، وهنا طبعا باينة يعني تاخد السكيلة بتاعت مش بفلوس خالص، تاخدها وبتمشي نفس المسافة دي وتخش على موقف الباص. ده الباص العام يعني يروح كل الاماكن، وده المبنى الجديد. بعد دخولك طبعا مأكولات وكل حاجة موجودة. هنا المكان ده مهم جدا لو انت مأجر سيارة. المكان ده هنا بتيجي تاخد المفتاح بتاع السيارة وبيقول لك انت حاطينك في اي بارك او الباركنج يعني، تاخد المفتاح وبتتكل على الله وبتمشي. ده أول مكان هتشوفه لما تطلع من المطار بالسلامة. ده أول مكان هتطلع منه، وعلى يمينك وشمالك الأوتوبيسات والتاكسي. لو الأوتيل اللي أنت حاجز فيه مثلا هيجي ياخدك هيبقى واقف هنا برضو، وهوريكم المكان ده من تحت. بعد ما بتستلم مفتاح العربية بيقولك اطلع، كلمة ليفت معناها الأسانسير، وبيديك رقم الباركينج وبتاخد العربية أو السيارة وبتمشي. ده مهم جدا. هنا بتخش طبعا تديهم اسمك والباسبور
وبديك مفتاح العربية وتوصل بالسلامة. طبعا احنا دلوقتي في مكان الوصول ان شاء الله لما توصل بالسلامه. وهنا المكان اللي عاوز يدخن يعني اللي هو بالازرق ده. وهنا طبعا معلومات لو انت محتاج اي حاجه. زي ما اتكلمنا ده أول مكان هتطلع منه. ده السنتر على بعد 20 متر من المطار. هنا بقى فيه كل حاجة. وكده هتطلع بعد الخروج زي ما انتم شايفين. وهنا تاكسي. على بعد 20 متر الايربورت سنتر. هنطلع دلوقتي وهنشوف هنعمل ايه هناك. هنا لازم تركز عشان دلوقتي هننزل نعمل التذاكر بتاعت القطر. التذكرة بتاعت القطر بتركب بيها الترماي وتركب بيها الاتوبيس لمدة 24 ساعة. انت اللي بتحدد 24 ساعة او عاوزها محتاجة ساعة مثلا. دي المكنة اللي الواحد بيعملها بنفسه دلوقتي عشان هم عارفين ان هي معقدة حاطين ناس بتساعد. سليم. وبتدفع بالفيزا بكارت او كاش مفيش اي مشكلة. لكن في شباك ودلوقتي احنا هنروح على الشباك عشان لو معاك اطفال مثلا. لان كل طفل ليه سعر حسب العمر يعني. حسب زي ما انت شايف المطار شوبينج وفسحة في كل حاجة. اكل شرب ملابس كل ما يعني يخطر على بالك. هننزل بعد شوية على المكتب اللي هو الاس بي بي وهنشوف ايه اللي هيحصل.
دلوقتي نازلين على الشباك، الشباك ده مهم جدا عشان هيساعدك.